التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد حفظه الله ورعاه بقصر القضيبية صباح اليوم. صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه. وقد استعرض سموهما مجمل التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أكد سموهما بأن التحولات التي يشهدها العالم تتطلب تبني المبادرات التي تضمن التعامل الأمثل مع تأثيراتها على الشأن الوطني والإقليمي. وشدد سموهما على الجهات المعنية بضرورة وضع الخطط الفعالة التي تجعلها قادرة على تقديم خدماتها للمواطنين وفق المستويات المرتفعة في أي وقت وتحت أي ظروف. كما أكد سموهما على ضرورة محاصرة الإرهاب وتجفيف منابعه ومنع تأثيره على التقدم التنموي وعلى الاستقرار الأمني، مشددين سموهما على أهمية محاربة الأيديولوجية والفكر المنحرف والخطاب المتطرف الذي يغذي الإرهاب. وخلال اللقاء هنأ صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بزواج حفيد سموه سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة، متمنيا سموه لسمو الشيخ خليفة بن علي حياة زوجية ملؤها السعادة.